يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. مرت عليك رؤانا فانحدرت لها صوتا يعلق نور الله في الأدب. مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في رسالة جديدة من رسائل الدورة الثانية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم. يوم الجمعة هو يوم استراحة للمتسابقات، ولكن حرصت اللجنة المنظمة بالجائزة على وضع برنامج لهذا اليوم، حيث تم اصطحاب المتسابقات في رحلة إلى مسجد المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في إمارة أبو ظبي. مشاهدينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في هذه الرسالة. في أجواء تمتزج بالمحبة والمودة بين المتسابقات، زارت المتسابقات المشاركات في الدورة الثانية لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم مسجد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في إمارة أبو ظبي، حيث أبدت المتسابقات انبهارهن بالصرح الإسلامي العظيم، فرحم الله زايد الخير. إلى محياك في أعراسها القشبي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى يضم وجهتك الخضراء للأربي. يا لقد أحسسنا بالغبطة والسرور عند زيارتنا للمسجد الشيخ زايد بن سلطان رحمه الله، حيث وجدنا أثر الإتقان والإحسان ومدى الحفاوة والكرم الذي قام به القائمين على المؤسسة، وكذلك مثلة بالشيخة فاطمة حفظها الله، اهتمامهم بنا وتجميعنا في هذه الرحلات اليومية التي تبث في قلوبنا شعور بالسعادة. لقد قمنا اليوم بزيارة جامع الشيخ زايد في أبو ظبي، ومما لا شك فيه أن هذا الجامع يحظى بمكانة كبيرة لدى كل إماراتي وكل مسلم، ومما جعل هذا الجامع يحظى بهذه المكانة الكبيرة لدى مختلف دول العالم هو ارتباطه باسم مؤسس هذه الدولة وهو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله أثره. لقد كانت الرحلة جميلة وكل شيء كان رائع ويدل على الإبداع. نشكر القائمين على هذه الرحلة والمنظمين والمشرفين عليها، بوركت جهودكم. زرنا اليوم إلى مسجد الشيخ زايد رحمه الله، وكان والله زيارة جميلة جدا، ولكنها شوية طويلة، وكانت ما شاء الله الجماعة جماعة إسلامية ومسجد كبير وجميل، وما شاء الله من أجمل يعني المساجد عند يعني بالنسبة لي. أعجبت كثيرا به وبرونقه، تعلمنا أشياء مختلفة عن حضارة الإمارات، وأيضا تعرفنا شكل معماري مختلف وجديد وأنواع للزخرفة رائعة جدا. أشكر جائزة دبي ومسابقة الشيخ فاطمة على هذه الزيارة الممتعة. يا شيختنا الله الله فاطمة ما شاء الله، يا شيختنا الله الله فاطمة ما شاء الله. يا دبي الله الله على حسنك ما شاء الله، يا دبي
وفي استراحة يوم الجمعة ارتأت وحدة العلاقات العامة بالجائزة تنظيم جولة في مدينة دبي للوقوف على معالم نهضتها، وكانت وجهتهم الرئيسية برج خليفة بدبي. في الطين نازحة إلى محياك في أعراسها القشبي، حناجر السحر الفضي نازحة إلى محياك في أعراسها القشبي، إلى محياك في أعراسها القشبي. يا حافظا لكتاب الله أي مدى. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. نحن في فرع الأصوات نقيم المتسابقات وفق معايير الصوت والأداء والنغم، وتندرج تلك تحت تلك المعايير معايير وتفصيلات أخرى كحسن الاستهلال وبراعة التصرف النغمي والتنقل بين الطبقات الصوتية وعذوبة الصوت والعرب الصوتية، جمال العرب الصوتية، وأيضا إحكام القفلات، أي القفلات الرصينة الجميلة التي تكون فيها قافية موزونة، قافية نغمية موزونة. وأيضا من ضمن المعايير توزيع النفس بشكل منتظم على الآيات القرآنية الطويلة، وطول النفس أيضا هذا من ضمن المعايير، وكذلك التنقل بين المقامات والطبقات الصوتية، كل هذه تشكل تصور، تعطي للجنة تصور عن مستوى أداء المتسابق. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، وأرسلناك للناس رسولا، وكفى بالله شهيدا. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. مشاهدين الأعزاء، إلى هنا نصل معكم إلى ختام رسالتنا لهذا اليوم، وحتى نلقاكم في الغد مع رسالة جديدة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعلق نور الله في الهدب، صوتا يعلق نور الله في الهدب.